عودة البعث وما إلى ذلك. دا يقصد منه وده يقصد منه الأطراف اللي دا يقول إلى أنه لا زالت الأصابع على الزناد، منو هاي الأطراف ومنو الأصابع اللي إيدها على الزناد حتى ترد على هذولا؟ البعث اليوم حاضر في العملية السياسية بشخوصه وب يعني محور بعث موجود في العملية وين؟ السياسية، منو؟ لكن يتصدر أن يتصدر الساسة باسم البعث أعتقد هذا صعب جدا. من هم؟ نعم من هم؟ موجودين، ما أعرفهم. إذا البرلمان اليوم بعد 20 سنة موجودين بعدهم؟ والله يلعد يعني وضعهم زين. البرلمان العراقي يعرف هؤلاء الأشخاص بالاسم. من هم؟ معروفين يا سيدي، معروف تعالوا بالبعض، معروف. والله ما اعرفهم، والله ما اعرفهم، والله ما اعرف. انا اعرف بس كان قبل اكو حزب، الحزب البعث العربي اللي اشتغل سابقا كان موجود، هسه بعد 20 سنه 18 سنه منو؟ الان حزب البعث موجود بمسميات اخرى. من هم؟ شنو اللي مسميات؟ موجودين. انا الان لست في معرض السرد وجود حزب البعث. ند للاطار اليوم بالعملية السياسية. نعم. ند للإطار بالعملية السياسية جزء من الأزمة. منو هو اللي أنت تسميه تقول حزب البعث بعده موجود بالعملية السياسية جزء من الأزمة؟ ند بالإطار سيد العزيز. الآن تحالف السيادة فيه الكثير من الشخوص التي كانت من ضمن حزب البعث في أيام النظام السابق.